الإسكندرية هي آخر محطات الراحل محمود عبد العزيز، هي مدينته اللي كبر فيها وبعد عنها عشان يحقق حلمه في التمثيل، بس رجع لها بعد ما بقى واحد من أهم النجوم في العالم العربي بجماهيرية وشعبية كبيرة جدا. أجواء الحزن هي السائدة في الوسط الفني من وقت إعلان خبر الوفاة، فرحيل الفنان عنده تاريخ كبير شيء مش سهل أبدا، وأكيد رح يترك فراغ كبير سواء بالفن أو في حياة اللي بيحبوه. ونارضين من القاهرة بتنقلنا الأجواء بعد الوفاة. ما فيش شك أنه الفن في مصر والعالم العربي كله خسر فنان كبير، هو كان صديق وفي لجيله وأب للنجوم الشباب، إدى فرص كتير لمواهب وساعدهم في أول مشوارهم لما شاركوا معاه في أعماله، وفي مسيرته كلها كان بعيد عن الخلافات، مع أنه نجوميته جت في وقت فيه منافسة كبيرة بين عدد قليل جدا من النجوم، لكنه قدر بشخصيته الهادية يبعد عن كل الجدل. وفي حياته العائلية كان زوج وأب محب لعيلته، وهم دلوقتي اللي بيعيشوا أيام صعبة بعد رحيله. محمد وكريم شالوا نعش والدهم من المسجد في القاهرة وفضلوا معاه في رحلة لمدة 3 ساعات لدفنه في المكان اللي اتولد فيه في اسكندرية. أصدقاء العمر ونجوم الجيل الجديد ما سابوهوش لوحده، ففضلوا مع جثمانه لمسواه الأخير. أسأل الله له الرحمة إن شاء الله وأن يسكنه فسيح جناته. ربنا يدخله فسيح جناته ويرحمه، كان صديق وأخ. بقاء لله، مش عارفة أتكلم. أنا فقدت أخ كان قريب مني جدا، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله جناته. ووفاء لذكرى محمود عبد العزيز، حرصت طليقته أم أولاده جيجي زويد إنها تودعه للمرة الأخيرة، وأهل الأسكندرية كانوا في انتظاره فوقفوا على طول الشوارع اللي بتوصل للمقبرة. الزحمة الكبيرة اللي كانت في الجنازة ما بتعبرش إلا عن حاجة واحدة، وهي حبهم للراحل، فالكل كان عايز يشيل النعش، أولاده، أصدقائه، وحتى معجبينه. وهنا دفن الراحل جنب والده بحسب وصيته الأخيرة، الدعاء والرحمة هما الحاجة الوحيدة اللي رددها الجميع. وأولاده اللي كانوا متمسكين من ساعات إعلان خبر وفاته، لحظة الفراق كانت صعبة جدا عليهم، خصوصا كريم فما قدرش يمسك نفسه قبل ما يسيب والده في مسواه الأخير. في البيت ده اتولد محمود عبد العزيز وعاش أيام طفولته، وكل زاوية فيه وكل شارع مشي فيه في الحي اللي احتضنه كان كأنه حزين في اليوم ده، فكان الهدوء هو المسيطر. الله يرحمه إن شاء الله. آمين يا رب. عيلته هتاخد العزاء يوم الأربعاء في القاهرة، وهناك أكيد هيبقى موجود فيه نجوم كتير سواء من اللي قدروا يحضروا الجنازة أو ما قدروش. صح بقى.